كان يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. الساحة الفنية فقدت أحد أعمدة المسرح، الله يرحمه جدد عليه الرحمات. اش نقول لك؟ انسان خلوق، عشنا معاه حياة طويلة. أنا صديق الدرب، لا مع الطيب صديقي ولا مع عبد القادر مصطفى الدرقاوي، عدة أعمال عملناهم جميعا. الله يرحمه، الله يرحمه جدد عليه الرحمات. اش نقول لك؟ هذا قدر الله. أنا يعني لا مفر من قضاء الله، ولكن يعني الإنسان اللي ما كيمشي ما كتسخى الفراق اللي صعيب. ماذا يعني قضاء الله؟ أننا كنشوفوا الفنانين ديالنا كيمشيو، وهذا قدر الله. نتمنى إن شاء الله تكون آخر لقاء ديالي معاه، وأنا قبل ما يمرض. قبل ما يمرض يعني كنقرر باش أن نجمع كاع الأصدقاء القدام الشلة القديمة، ونجلسوا جلسة ونتذكروا الأيام الجميلة اللي قضيناها.